دكتور علي، ممكن حضرتك تكلمنا عن نزيف الأنف أسبابه ونصائح حضرتك تقولها للناس؟ نزيف الأنف من الأمراض والحالات المشعة اللي نواجهها كأطباء، سواء يواجهها طبيب الأنف الأذن الحنجرة أو طبيب الأنف المتخصص أو الطبيب العام أو طبيب باطنية، بسبب كثرة وحصول النزيف المتكرر للأنف يجب على الكثير من الأطباء العام والمتخصص منهم يكون عنده القدرة الكافية للتشخيص والعلاج. الأسباب كثيرة. أحد الأسباب لنزيف الأنف هو وجود التهابات في الأنف، وجود جفاف في الأنف، أسباب إصابات الأنف اللي نقول تروما، ممكن إصابة مباشرة عن طريق المريض، أو إصابات ما بعد الإصابات، إصابات عامة مثل السقوط المباشر على الأنف أو السقوط على الرأس، أو الإصابات اللي ما بعد العمليات. في كل الأحوال لابد من المريض المصاب بالنزيف الأنفي في حالة تكرار الإصابة بالنزيف مراجعة الطبيب. أما في الحالات البسيطة المتكررة البسيطة ممكن المريض يمكنهم السيطرة على نزيف الأنف بإتباع الإجراءات الأولية، وهو الجلوس، النفس، الضغط على مقدمة الأنف لمدة ما يقارب 5 دقائق وتنفس عن طريق الفم. ممكن هذا تكفي في أغلب الحالات. إذا لم تكفي هذه الحالات عدة مرات ممكن الاستعادة بطبيب الإسعاف، وفي هذه الحالة لابد من الفحص للتأكد من وجود شريان أو وريد بضغط عالي مفتوح، لابد من السيطرة عليه بالكي أو بالحشوة الضاغطة. وقبل هذا وذاك لابد من عمل بعض الفحوصات الدمويه للتاكد ان المريض لا يوجد عنده امراض خلل في سيوله الدم او التجلط الدموي. وفي حاله عدم وجود ذلك في 70 الى 80% من الحالات ممكن السيطره عليها بالاسعافات الاوليه، الكي والشاش الضاغط. وان لم يكن لابد من تحويل الحاله الى اخصائي الانف واذن الحنجره. وفي هذه الحالة لابد من الفحص الدقيق بالمنظار للبحث عن السبب، ومن ذلك الحاجة إلى الكي، إعادة الكي أو استخدام الشفاط الضاغط. شكرا جدا لحضرتك.